إلى ملفنا الأخير إذن في هذه الحلقة، حيث أعلنت شركة أوبن إي آي عن تصنيع أول رقاقة ذكاء اصطناعي بالتعاون مع شركتي تي اس ام سي وبريدكوم لتعزيز أداء الذكاء الاصطناعي وتسريع معالجة البيانات وتحسين تطبيقات كروبوتات الدردشة. كيف إذن ستؤثر هذه الرقاقة على تكاليف الإنتاج في مشاريع الذكاء الاصطناعي؟ هذا موضوع نقاشنا مع ضيفنا من الرياض الأستاذ علاء الدين رجب، استشاري التحول الرقمي والتطبيقات الصناعية. أستاذ علاء الدين، يعني هذه رقاقة جديدة تأتي في إطار السباق التكنولوجي في إنتاج رقاقات أكثر دقة، أكثر إنتاجية، أكثر حساسية ربما في الاستخدامات التقنية الجديدة. ما يعني أهمية هذه الرقاقة تحديدا في هذا السباق؟ أهلا وسهلا أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام مستمعينك الأعزاء. أولا هي الإشكالية الكبيرة في الموضوع ده إن شركة أوبن إي آي بتشتري أو اشترت حوالي 100 مليون جي بي يو من نيفيديا، فبالتالي المايكرو شيب ديت بتستهلك طاقة كبيرة جدا، وتقريبا الشركة عاملة خسائر حوالي 5.2 مليار دولار بسبب تشغيلها للبيج اماونت، يعني أو العدد الكبير جدا من البروسيسورز اللي موجودة بالشركة. فالشركة أعلنت إنها لكي تنوع مصادرها وما تعتمدش على مصدر واحد، لأن نيفيديا حاليا هي بتتحكم في 90% من السوق العالمي في هذا الموضوع وهي مسيطرة تماما. فبالتالي هي قالت انها هتنوع مصادرها، مش هتسيب نيفيديا لكنها هتعمل كمان البروسيسور بتاعها بحيث يكون عندها تنوع في المصادر، ومن اجل كمان افضل في التفاوض لما تتفاوض على الاسعار والتكاليف مع نيفيديا. يعني هذا خروج من عباءة انفيديا فقط، يعني تي اس ام سي الدولية التي كانت مسيطرة على سوق الرقائق في العالم الان ربما تتحول الى الشراكات مع شركات اخرى كي يعني ندخل في منافسات بشكل مختلف، الآن السوق يتغير. خلينا أقول يا أستاذ أحمد أن تايوان سيمي كوندكتور كامباني مسيطرة على 90% من سوق السيمي كوندكتور العالمية. نيفيديا هي صاحبة الديزاين بتاع المايكرو تشيب. تايوان سيمي كوندكتور كامباني بتصنع لنيفيديا، في الأخير اللي بيصنع هو شركة واحدة. نيفيديا هي صاحبة العلامة التجارية وصاحبة الديزاين وصاحبة البيتنت أو براءات الاختراع وهكذا. النهاردة لما يكون عندك كل اللي في جعبتك مصدر واحد، دي مشكلة كبيرة. أوبن إي آي مش هي الوحيدة اللي اشتغلت في الموضوع ده، جوجل أعلنت من سنة إنها بتعمل البروسيسور بتاعها، مايكروسوفت أعلنت إنها بتعمل البروسيسور بتاعها، أمازون أعلنت إنها بتعمل البروسيسور بتاعها. وبالتالي الموضوع ده مش جديد، لأن إحنا عندنا حالة مونوبولي، عندنا حالة احتكار لهذا السوق على مستوى العالم، سواء كان براءة اختراع لنيفيديا أو تصنيع عند تايوان سيمي كوندكتور كامباني. وده مشكلة كبيرة جدا، خاصة إن احنا عندنا ثلاث أسباب دلوقتي بيدفعوا الشركات إنها تدور على حلول بديلة. أولها المنطقة تايوان، إن الخوف من الوضع مع الصين والمشاكل السياسية اللي ممكن تكون موجودة، ولو نفتكر حضرتك من حوالي 15 سنة لما حصل الزلزال في تايوان والعالم كله تأثر، أو أكثر من 15 سنة من 30 سنة آسف من 30 سنة لما حصلت المشكلة، العالم كله يعني تأثر بموضوع السيمي كوندكتور العالمية. دي رقم واحد. رقم اثنين، إحنا عندنا دلوقتي لو حد يطلب من تايوان سيمي كوندكتور كامباني أو من نيفيديا طلب منها الجي بي يو بتاعها اللي هو A100 أو H100، عايز 10,000 بروسيسور مثلا، مضطر يستنى سنة لأن المصنع very busy، المصنع يعني خلينا نقول وصل الكباستي بتاعته العالية بشدة شديدة جدا. طيب. وبالتالي بعد فضل يعني على هل هذه الرقاقة الجديدة يا أستاذ علاء يمكن أن توفر يعني عمليات تشغيل أو تكاليف تشغيل أوبن إي آي مع التكنولوجيا التي تقدمها أو التي توفرها في توفير الطاقة؟ صحيح، إحنا يعني انت عند حضرتك دلوقتي اكتر من 10 مليون بروسيسور موجودين، وخلينا نقول البروسيسور دول عباره عن نوعين. النوع الاولاني اللي هو بيعمل ليرنينج، اللي بيتعلم، اللي بيعمل المديول، اللي بيعمل الموديل او الخوارزميه، والبروسيسور الثاني اللي بيعمل الانترفيس اللي هو بيستقبل البيانات الجديده ويحاول ياخد القرار بتاعها او يديه افضل تصور. نيفيديا مسيطره على الانترفيس، الجزء بتاع التريننج او الليرنينج هم ما زالوا هيتعاملوا مع AMD،
بالتالي، والمشكله الكوست الكبيره اللي هي تقريبا 3 من 10 سنت لكل مليون توكن او لكل مليون عمليه بتتم. الكوست دي كوست عاليه جدا، وصلت ل 5.2 من 10 او 5.3 من 10 مليار دولار السنه دي. بالتالي هم هدفهم من الموضوع اولا يرخص ثمن البروسيسور من نفيديا في التفاوض، الامر الثاني ان هو يرخص التكاليف التشغيل، لان الامر الثالث بقى طبعا ان هم الخطه ديت ان البروسيسور ده ينزل السوق 2026، واحنا عارفين ان سرعه البروسيسور تقريبا بتضاعف مرتين تقريبا كل سنه. كل سنه بيضاعف سرعه البروسيسور مرتين، فبالتالي هو في خلال 2026 ممكن يكون عنده بروسيسور اسرع 8 مرات من البروسيسور الحالي بتاع نفيديا. وده خلينا نقول هيلبي الطلب على البروسيسور البروسيسنج سرعه التشغيل العاليه جدا اللي مطلوبه. وزي ما قالوا كده يعني من سنتين، وقالوا من 30 سنه في حرب السوبر كوندكتور، ان اللي يقدر يطلع البروسيسور ده اصغر حجما واقل حراره واسرع في التعامل واقل في استهلاك الكهرباء هو اللي هيفوز. طب اين الصين الان استاذ علاء من هذا السباق؟ يعني الصين تطور بالفعل رقاقات جديدة ربما ليس لديها نفس إمكانيات الإنتاج الضخم، لكنها في إطار التطوير أيضا. صحيح يا فندم، صحيح. بس أنت حضرتك يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها لن تترك الصين تلبي هذا الاتجاه. أولا عملت احتكار على أجهزة تصنيع البروسيسور الهولندية، وافتكر الشركة SMT العالمية. الحاجة الثانية عملت منع لتصدير السوفت وير، والمشكله مش في تصنيع كمان السيمي كوندكتور او البروسيسور، المشكله في السوفت وير اللي بيصمم والمكن اللي بيصمم. انت محتاج سوفت وير متقدم جدا وامريكا مسيطره عليه، محتاج اجهزه تصنيع دقيقه جدا، وامريكا عامله حظر على الصين في هذا الموضوع، محاوله انها توقف هواوي. هواوي بتحاول، لكن طبعا كل التجارب اللي احنا سمعنا في الفتره الاخيره ان لسه عندهم مشاكل مع السوفت وير اللي بيصمم. لكن الحقيقه ان يعني كل التقارير الخبراء اتكلموا ان الولايات المتحده الامريكيه ما كانتش عامله حساب التطور السريع اللي الصين عملته بهذا الشكل في هذا المجال. كانوا بيحاولوا يكبحوا نمو اليابان وكوريا. هذه المنافسات استاذ علاء الان ربما تعيد ترتيب الاسواق العالميه، يعني انفيديا ازاحت مايكروسوفت كاكبر شركه او اكبر علامه تجاريه، ربما الان لا نسمع كثيرا عن جوجل، هناك تغييرات كثيره للاسماء الكبيره التي كانت تحتل السوق الان ربما تتراجع بشكل او باخر. هو طبيعي لان انت في دايناميكس، في حلقه موضوع ان الشركه تفضل مستقره على السوق العالمي فتره طويله او في التوب 10 فتره طويله، الكلام ده خلاص يعني ما بقاش له وجود النهارده. هو المشكله انه يتغير بسرعه شديده جدا، يعني جدا جدا. النهارده في قضيه مثلا مرفوعه على نفيديا ان هم سارقين براءه اختراع، الموضوع ده لو الشركه اللي رفع القضيه كسبته، نفيديا هتنزاح تماما من التوب 10. فتغيرات كبيره جدا، وتكنولوجي تغيرات كبيره جدا. عايز اقول لك على حاجه بسيطه، احنا قلنا البروسيسور بينضاعف سرعته مرتين في السنه، الاحتياج للبروسيسور نتيجه كفر الداتا وتضاعف الداتا بيتضاعف 4 مرات في كل سنه. فبالتالي انت كل مره بتعمل بروسيسور وتتقدم في انتاج البروسيسور، انت عندك داتا اكتر، محتاج لها كميات اكتر، محتاج لها تكنولوجيا اكتر، ومحتاج لها انفستمنت اكتر. احنا داخلين على خلينا نقول يعني على وضع صعب جدا، ان هيبقى في منافسه ما بين الصين وامريكا، واوروبا طبعا بره هذا السباق تماما، ما حتى مش موجوده فيه. وده بيحط لنا مشكله ان احنا في الاخير هيبقى عندنا بدل ما يبقى احتكار لجهه واحده هيبقى احتكار في الاخر من جهتين. لكن ده هيساهم في ان التكلفه تقل، هيساهم ان في ابلكيشن افضل واكثر موثوقيه واكثر حلول، لان التنافس ده لمصلحتنا، التنافس لمصلحتنا ككل في الاخر. ضيفنا من الرياض، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علاء الدين رجب، استشاري التحول الرقمي والتطبيقات الصناعية، شكرا جزيلا على وجودك الكريم معنا.